Things. هذه البداية وكل شيء مختلف. بسم الله النزول. وش ده؟ اصبر تنزلون مود اليوم دسم يا جماعة. الماب مظلم، كل شيء مختلف، نفس الماب فيه اضافات جديدة. تعالوا فوق كلكم معاي، ادخلوا من الفنت هذا اللي اي مواطن يقدر يدخل منه. عندكم وحش فوق، وتخشون من هنا يوديكم للجهة الثانية، نفس مسلسل سترينجر ثينجز. تعالوا صفوا يلا. فكرت يا جماعة المود هذه مأخوذة من المسلسل، صنعناها من الصفر. عزيزي المشاهد، هذا الشيء طلبكم انتم، كنت اقرا الكومنتات وشفته ولاحظت انه في اجنبي مسويه، قلت ايوه اسوي لكم اياه. فاي فكرة براسك تبغانا نطبقها من عيوني، بس تاخذ وقت فيه وفلوس زيادة. فكل هذا عشانكم يا جماعة الخير. يا جماعة ودي اقول حاجة للمتابعين قبل ما ندخل بالمقطع، تمام؟ ما لها دخل باللايك، هذه حاجة بيني وبينكم، بسولف معكم على السريع فيها. عندي سؤال، هل في احد منكم يا عيال قدتها رسالة على الجوال، ولا جاه اتصال مجهول، ولا رسالة على الإيميل يطلب منك راعيها انك تعطيه بيانات عشان يحدث لك اشياء، ولا رسالة يطلب منك بياناتك لانك فزت بمبلغ معين، يجيكم رسائل ذي؟ امس والله العظيم عيال جاتني اتصال، واحد اتصل علي قال انا من شركة زين وعندك مديونية بقيمة 9000 ريال. ايوه والله يا ركان وصلت خير، شفت الحركات دي؟ عزم يب ويطلب منك بياناتك، صح؟ يقول لك عطني بياناتك اعبي لك اياها. اسمع عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهد، هذول ناس انت ما تعرفهم ومستحيل احد يطلبك على بياناتك الشخصيه سواء البنكيه او غيرها، هذه معلومات خاصه فيك. فانتبه اذا صار لك زي هذه المواقف ايش تسوي؟ بسيطه مره. واحد، الرسائل تحذفها، والروابط والاعلانات تتجاهلها، والايميلات لا يردك الا سله المهملات بالزباله على طول، والاتصال كنسله واسحب عليه، لا ترد، رقم غريب مجهول اول مره تشوفه لا ترد عليه، حتى الرسائل الغريبه اللي تجي على السوني او البي سي اسحب عليها. فاحذر عزيزي المشاهد، وع نفسك ووع اهلك واخوانك والناس اللي حولك وايضا كبار السن، صعبها عليهم ولا تعطيهم مجال. هذه حمله يا جماعه مطلقينها البنوك السعوديه لحمايتك عزيزي المواطن انت من الناس اللي تلعب عليك. شاركونا تحت بالكومنتات اذا سبق وصار لك شيء زي كذا، وانت عزيزي المشاهد شكرا لك. نسبي بالله الان نشرح لكم الطور. طيب يعني الطور بسيط مره، بعطيكم انا اشياء سريعه عنه لكن ما راح احط كل الميزات. اول شيء اقدر اتحول الى الشخصيه حقت المسلسل اللي هو الوحش. الوحش هذا يقدر يطلق ناس، يختار واحد مثلا كذا يهجمون على عديل وينتفون عديل يسحبونه لين ما يموت. اصبر 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 اصبر، يسحبونه برا الماب ويخلونه يتعذب. هذه واحد، ما خلصنا يا جماعه. الخاصيه الثانيه يا جماعه، اقدر معلو روحي مين مره ولا ليش معلو ركان؟ اقدر يا جماعه، عندي هنا اربع اشياء طالعه بالشاشه كل واحده لها مهمه ما راح احرقها كلها. لو اضغط على ركان كليك يمين بوم ركان ينسحب وينبلع من تحت الارض على طول. ايضا عز المشاهد، ضغطه زر ثانيه اقدر احول الماب الى ضباب. يا ساتر يا عيال، انا الحين شبح ما اشوف شيء، تدري؟ يب 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 يب، نفس اللي بالمسلسل بالضبط. بعيشكم جو، ما راح العبك عز المشاهد ام قص عاديه، بخليك تستمتع. ليش تخليك تستمتع؟ لك ما تقصر معي. اخر مقطع وصل عدد كبير من اللايكات والمشاهدات، هذا بفضلك. فانك تنزل تضغط على اللايك وتشترك بالقناه، اعرف والله لا احرص على انك تستمتع بالمقطع. وتحسبوني خلصت؟ اصبر يا رائد وقف، عندنا خاصيه ثانيه يا جماعه الخير. بضغطه زر، اي نعم، وين يا عيال؟ وين يا عيال؟ يا عيال وين؟ بضغطه زر يجي الوحش ويختار واحد يبلعه. الله نجتمع كلنا عنده ويبلعه. يا عيال يا عيال، مين قال لي خلصت؟ وين اخلص؟ وين؟ فباقي زياده، ولكن بالمقطع. نسمي بالله عزيزي المشاهد، لا تنسى مضغطك باللايك والاشتراك، والاشتراك معليش والسكسبي اكيد، راح ناخذ افضل مقاطع. انا عندي خيارين لكم، تبون انزل لكم كل المقاطع حتى اللي ما صار فيها بوستر، ولا اخذ لكم الافضل؟ اختاروا واكتبوا لنا تحت، تمام؟ يلا نسمي بالله يا جماعه نبدا. يلا هي حلو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، اخيرا زالت الدنيا بوجهي وانفتحت. نسمي بالله، طبعا رايد والعيال صوروا منه فما ادري مين اللي بينزل قبل، ولكن انا متاكد اني بكون من الناس الاوائل. لذلك عزيزي المشاهد، طلب بسيط، استمتع معنا بالمود، جيب مسلسلاتك وفرحتك اذا ما انت صايم، لا تحرمنا من دعمك. انا الامبوستر. ايش تسجيل دخول الحين؟ يا ساتر، يما الخوف في هدوء. الوضع حماس ورعب. هذه بدايتها. عندنا مهمة فوق، خلينا نروح نساوي المهمة اللي فوق. اي والله انها تخوف، والله انها تخوف اللي على الانستغرام.
انا الامبوستر. طيب ايش الشيء مريتنا يا احمد؟ في افكتات ما استخدمتها لانها مرعبه، وراح نشوف بعد شوي العيال استخدمناها عليهم، راح تشوفون انتم منظورهم. انا ما راح اقدر اشوف لكن متاكد اني بستمتع. طيب المهم والله ميب كثير، لازم اسوي من الان في نفسي اسوي بطاقه. طيب اسمعوا يا عيال، خلونا نبدا بحاجه خفيفه كذا، اوكي؟ هبوريكم ايش بستخدم الان. ابغى اتحول الى مايند بلاير واشوف الماب كامل. الان ما راح اتحول، بشوف الماب كامل، تمام؟ طيب خلونا نطبق عليهم حركه اللي هي حقه الضباب، تمام؟ بعطيهم حبه ضباب يا جماعه. بسم الله. صراحه الامبوستر عنده خصائص وابيليتيز ومميزات تخوف مره. ضباب، ما شف شيء، ما شف شيء، ما شف شيء. الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا برحمته. صوت. ضرب يا رب. فكتهم بضباب الان، الماب كله معتم عندهم ما يشوفون شيء. وبفعل يا عيال الكهرب عشان يقبطون زياده، تصير القمطه قمطتين. طف النور، هذا يسوي ضباب ويطفي النور، قسم بالله هذا سبك. وما خلصت، اصبروا بستخدم الان عليهم حاجه يا جماعه هنا اللي هي الشارك. بسم الله. الله يرحمه. الله يرحمه. هذا وش؟ لا راي. شكله راي. الله يوفق. اللعن ابو شكله، وش ذا؟ وش ذا؟ خرجت والله، خرجت والله من خبشوي. اصبر اصبر وما خلصت. لا يا عيال، والله الصوت عالي. ايش ذا؟ تستهبل؟ وجعني قلبي فجأة، صار الكيبورد يتحرك مو الماوس. يا عيال، يوم طلع بوجهي، صبر، يوم طلع بوجهي صار اللعب معكوس، الف يمين وديني يسار، الف فوق نزلي تحت. كلامك صحيح احمد، لكن ما استغربت اني انا صوت. ايوه يا رام، مصوت عليك يا بارد الوجه. ليه؟ ليه؟ لانك جيت عندي فوق يسار، طع وعلى كذا بثانية طفت النور. يا حمار، عندنا كلنا يطفى، عندنا كلنا حتى يطفى علي. يا عيال تدرون مين مو بمبوستر اللي ما خاف؟ مين اللي ما خاف؟ زياد ما خاف. زياد ليش ما خاف؟ زياد ما عطاش ما في رياكشن. زياد معناته ما في شيء يخوفك. ليش؟ لا انا اذا انت رجالي احمد تقدر تصفد على زياد. تكفون، خلص تكفون. والله لا صمله ابو مشواعي، تبي الصمله. عيال ابو مشواعي قاعد تدور على زياد، ومره تدور على ابو شايع. لا ابو شايع برا. لا رايد والله ضايع. سكب هذه حلوه. شفتوا زي عيال؟ راح نبدا بالعميق، ابى ارعبهم. والله لا ارعبهم، والله لا ارعبهم. القموا هذه، اصبر اول شيء ابى اخرجهم. يقطعهم الصوت، والله يخوف. يلا حد ما توقعت هذه. انا ما بيلعب. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. جوي الوحش. اقسم بالله اني خرجت اقوى من اول. وش يوم اللعب بعد معكوس؟ الله يوفق عدو. رامي يا والله احمد، والله العظيم الصوت اقسم بالله قاعد ست السماعة على الارض. انا ورب العز رعب، ما يبقى منقذ. انا داري قصر شوي. عليك يا عيال، قاعدين نلعب ابوك ترى مو رعب. طيب اذا ما السماعة تتيت على الارض والله، وقاعد يسبسب. انا دقيقه عشان ايجل، عشان توثق فيني ايجل. انا واثق فيك ابو زيد، واثق فيك، انا واثق فيك. غرفه يمين
الصوت ما جاء وانت بالغرفة يمين اخر شيء اللي عند الابلو داون لود. والله جاني والله جاني والله العب فيك. الحين نبدا الاكشن طيب اول شيء بسوي عزيزي المشاهد تمام، راح اطفي. شوف رايد قاعد يتحرك كذا، شو ماذا انجن تبغى خلي رايد ينجن يا عيال، خلي رايد ينصدم، طلع بغلي رايد يخاف. يا شوف كل ما جاء جنبي الله طيب سوينا اخبار الان يا اخوان، راح استخدم الخاصيه اللي تجمعنا كلنا بالنص. اوكي بسويها على مين؟ على عديل. بسم الله عديل نطيح الذبي. طيب احد شاف فيكم المتحول؟ احد شاف فيكم المتحول عيال؟ لا 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 اكيد يخرب بيت على اللي اول شيء سوى ضباب، خلاص ضباب وتحول المستخدم. زياد احمد خلاص زياد زياد يمدي ما يتحول ويستخدم الخصائص، سويناها اكثر من الجيم اللي قبله يوم انه كان معلوش استخدمناها. ليته ممتاز. ليته تقول شفتوا اللي يتحول وانت عارف انه ما راح يتحول. طيب انا اسال اذا شفتوه متحول بالجيم. طيب انا قاعد اقول زياد تدراسي، انا قاعد اقول شفتوه متحول، يعني احد شاف احد نقدر نحط سس كذا مستحيل. لا يا عيال انا اقول لكم حركه مين هذه، حركه واحد هذه حركه والله العظيم حركه واحد يا عيال قد جرب الطور. الجيم الاول معلو كان امبوستر معلو. انا ما قد شغلت مخي في حياتي. طيب أيوة. مستحيل اقدر افكر زي كذا، اطفي النور واتحول واذبح، مستحيل ذي تصير. لا 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 مستحيل. جسمك كبير. طيب يا عيال ابغى اسال سؤال بس كذا، بس ابي اعرف ايش اللي صاير. طيب زياد انت شاك فيني صح؟ ايه. وركان انت شاك فيني؟ خلي شك بعد. انا شك في زياد لانه يا عيال اللي بيشك باحد الان، اللي بيشك بأحد الآن اعرفوا انه يا ضايع انه هو الامبوستر. مستحيل تشك بأحد، ما في أدلة. اللعب صعب مرة. احمد يا جماعة احمد ثاني مرة يقرب مني ويطفي النور. يا ليل رايد المبراك عندكم، سجلوها عندكم مو شيء رسمي، رايد عليه سس خفيف. لا 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 مستحيل رايد الحركات ذي. خلاص احمد ركز الحين، ركز الآن يا عيل، عندي حركة راح استخدم الخصائص اللي عندي واحاول اسحبهم كلهم وانهي امهم بلمح البصر. مشكلة المهام يا أخي معرق ومهام بأخرشه بخرشة بعد شوي. طيب أبا أقفل يا عيال، أبا أمسك الكامات شوي. خلنا نتحول كده نشوف مين العيال. أوكي هذه أماكن العيال، لديك سمع لو ماسكين سرابهم بعض. أوكي طيب خلنا نعطيهم يا عيال. أبى بخلي ركان يبلع، أبى بخلي إيجل مين زياد لا زياد عليه سس. خلني أسحب رايد. يما رايد مات إيجل جنبي. إيجل مين كان جنبي؟ أنا جنبك. طيب اتكلم زيادة وسوي اجتماع. يلا خليني أعرف دقيقة يا عيال، هل هو يقدر يختار من بعيد ويحدد واحد يقتل؟ لا 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 زياد أنا شاطفني الجعري شاطفني أنا. بالضبط الجعري. شوف زياد بكمل عنك، الجعري كان الكلب هذا اللي هو اسمه ديمو جورجل كان معي. شوف كان واقف معنا، كنا وقتها أنا وريدكس وزياد تمام، وش اسمه يعني انا ضامن هذول الثلاث، بيظل عندنا شونغ وبيظل عندنا ايجل وركان. طيب. عاد حلوها بنا. طيب اوكي زياد يوم انه كان يمين
يوم انك كان يمين رايد انا فتحت الكامات لقيتك انت وياه تخون تطلعون من نفس الباب اكثر من مره. بعدها اي بعدها ايش صار؟ بعدها ايش صار؟ بعدها رحنا يمين اول ما لفينا يمين هو جو الكلاب ذولي. طيب انا اقول لكم اللي صار، انا اقول لكم اللي صاير يا عيال. انا كنت فاتح الكامات شفت اكثر يمين زياد ورايد خون يطلعون مع بعض، ثم تركت الكامات ورحت يوم طفى الكهرباء بصلحها وقابلت ايجل. بعدها انضرب الاجتماع وزياد اللي مسويه، زياد ورايد اكثر اثنين يذبحون بعض، زياد يروح عند رايد يقعد يضحك ويطقطق عليه. فانا احط التيام مباشر على زياد انه هو المبوس. انا يا عيال انا بعطيكم الكلام، انا بعطيكم الكلام، اقول لا بعطيكم الكلام من جهتي. انا طالع الكافيتيريا قدامي ابو شايع بنفس الوقت شاطح الجعري، يعني انا بري اس اكس بي اون الله يسعد امي. ولكن الجعري من وين جاي؟ جاي من عند الويبنز. ايوه من يمين زياد كان يمين. زياد يمين المره. سكب 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 زياد دائما يطقطق على رايد. عيال بينقفط بينقفط اعطونا راوند. انا ايه يلا اطلع اطلع يلا 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 ابشر بي ابو مشوار ابشر بي يا اخوان قايل احمد 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 يوم لازم اذبح راكان خلني اخرجه خذ هذه مني. هاي الموت قال الموت احسن نظام والله ما الله يقطع امه حرشني يا عيال احسبني مت يا عيال الله يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه بسحب راكان الو تعال تعال الو على كيف امك كذا اللعب تاج تمام اللي بيصلح باكله ما راح اخلي احد يصلح ما راح اخلي احد يصلح ابدا يا عيال الموضوع يخوف اقسم بالله مت مت يقلع عم الضيقه مت اعطيك حبه سي اللي بالام ما يصلح قاعد امشي بالعكس عيال انعكست رامي بعطيهم حبه سي ثانيه هذا مودي هذا مودي بارسل كلابتي على ايجل وبنهي الجيم يا الله يا الله والله ايش ارفع عندكم قبل لا اموت بدقيقه قاعد اقول اذا ما طلع ركان انا ماني بيقول قاعد ماسك ام ماسك ام الالكتريك اللي من امه يصلح الطور خرافي والله خرافي جي 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 الله يستر يا عيال والله اني خايف من الصوت يفجر راسي شكل يا رب انه ما يكون خبيث راعي الله بالله كيف الانيميشن شوف 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 كيف ننزل يما والله خوف 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 اخر شطل احمد يقطع ام الضيقه انا وريك تعال جاي تعال جاي الامبوستر بيلعب فينا مش لازم مشاهد قصر الصوت اذا ما تحب العاب الرعب لاني احس اني بخاف من البدايه الله يستر يا عيال والله الله يستر يا عيال والله الله يستر يمه على طول يا اكثر هذا معرق هذا معرق اللي قاعد يسوي هذا معرق انا اضمن انه قاعد اصلح اوكي واحد يشوفني معي اوكي اعظم اللي شافني اين يا شونغ انا صلحت اين صلحت اوكي صلحوا معي مين صلح معي عديل رامي معلو اوكي رايد يا رايد طف الكهرب الله يستر الله يستر يا الله يستر يا والله اني خايف والله اني خايف يا شوف شيء ما اشوف زياد هنا احس اني بنخرج في لحظه
الله يستر. بسم الله بسم الله. الله يخرج الله يخرجه الله يخرجه. يا الله يوفقك فجعني. حسبي الله عليك. حسبي الله عليك. لا 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 ما نقدر كذا، اقسم بالله صعب الموضوع. لا الموضوع مره كذا صعب، الموضوع كذا مره صعب. يا عيال احنا قدام يعني سلام عليكم يا عيال يرحمكم، خلنا نطلع لاني ما اقدر اكمل الجيم كامل كذا. والله والله ما اقدر، قاعد العب على اعصابي. ما تيقل ايقل مات قدام عيني، انت قدام عيني يا جماعه. اسمعوا صلوا على النبي، صلوا على النبي جميعا. قلت يا جماعه في الكامات، متكي على الكامات، حاطن خيمتي على الكامات، اللي يدخل ذاك المتحول قدام وجهي. اناظر الرجال ناصني بس ما يعرف يتحرك. هذه نقطه ان شخص ما يعرف يتحرك. هذا سبك ايقل المسكين، دخل ايقل بالغلط. زين ايجل المسكين دخل بالغلط، اول ما دخل ايجل ويسحب قدامي. كيف حالك رايد؟ كيف الحال رايد؟ كيف الحال؟ ابو مشوار رايد. يلا 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 يا سبايك، يلا يا سبايك. طلعوا مستحيل رايد، خلنا نسمع الان لا يفوز ثاني مره. طلعوا احمد الان يفوز ثاني مره، والله ما لعب معك. انا اتفق، انا اتفق مع رايد. لا 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 طيب طيب، رامي يقول انا اتفق عشان يقلل المونتاج تمام، لكن انا صبر يبغى يقلل مده المقطع يا عيال. لا 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 مو حاله عادي، كل جيم كذا على السريع نطلع عشوائي. اللي عندك تهام يتم يا عديل، انت شايف اللي يتحول صح؟ شايف قدام عيني. طيب تكلموا الباقيين اللي ضامن احد. مين اللي ضامن احد؟ انا ضامن عادل. الله يعطيك العافيه، والله والله ما قصرت صح. هو اجتماع من معلم والله يا اخي، اقسم يا اخي يا ركان ما شاء الله شلون يفكر هذا، اكيد ذكاء. سكب 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 حبيب احمد، انا معاك ماني ضدك بالله. طيب معاي ها، طيب تعال طيب تعال. وش يعني وش يعني وش يعني وش يما والله اني خايف والله يوفق. اقسم بالله حرام. لا بيصير معكوس يا عيال، اذا ضغطت يمين يوديني يسار. اللهم يا رب انصرني، اللهم العنبوك اجابك، العنبوك اجابك، العنبوك اجابك يا ابن الكلب يا ابن الكلب. شوف زياد موقف النص، زياد موقف النص، زياد موقف النص، زياد موقف. يما يا الله يا الله يا الله، يو 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 ناصيني ناصيني. يما يما يا رب العباد. يا الله يا الله، ركان ركان انسحب. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. انا مسوي اجتماع، تعطوني فرصتي اتكلم، والله لو حيتقاطعني معلو الابيض حسب ركان. طيب اللي صار كالاتي يا جماعه الخير، معلو انسحب قدامي من الكلاب حق السلقي ذا اللي قاعد اللي يتحول. زياد انت شفت معلو ينسحب صح؟ شفته الابيض؟ ما طيب شفته. طيب بس طيب شفت السلقه. مو مش شفت السلقه وانا جنبك صح؟ انا كنت جنبك صح؟ شفت السلقه. طيب يا عيال زياد مواطن بريء 100%، كنت شاك فيه لانه واقف، لكن في اللحظه اللي انا كنت جنبه مر من جنبنا للسلقه قبل الاجتماع بثلاث ثواني. انا كنت بالكافيتيريا الكهرب كان طافي، فشفت بعيني معلو ينسحب بالكافيتيريا وزياد واقف جنبي مو بمبوستر والسلقه بنفس الموقع، فمعناته زياد بريء وانا بريء على كلام زياد. ممكن نفكر الان اثنين بريئين، ممكن الباقيين يتكلمون نظام احد يتكلم. طيب في احد شاف ثاني؟ نظام احد صراحه. انا في البطايق كان عندي اي، انا وريدكس ومعلو كان معنا، وثم عادل جاء شوي متاخر. هذول الثلاثه انا اضمنهم، عادل وريدكس الحين قصدي هم الاثنين ذول اللي اضمنهم. رايي عليك صص، انت ورامي، انت ورامي مستحيل تقضيكم لو اموت. ما شوف كل مش كل واحد قاعد يبني. طب يلا انا ورايد بنضمن بعض وكنا مع بعض، ويلا وكل واحد اللي واحد يلا. اوكي 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 خلاص عشان ما نطول، نلخص الاجتماع هذا. زياد وانا بريئين، الله يسعدكم يا عيال لا تصدمون مهما صار، زياد وانا بريئين. يلا سكيب. اوكي زياد انا ضامنه 100%، زياد ضامنه، ابى امشي مع زياد. كهرب كهرب، وين زياد راح؟ زياد تكفى، زياد وين رحت؟ زياد راح يسوي جلتشات، زياد راح يسوي جلتشات. مين يصلح؟ اللي يصلح مو بخايف، اذا واحد مو بخايف اكيد انه امبوستر. راح
رامي رامي صلى على طول وركان كان معاه يعني رامي وركان احتمال واحد من البوستر ركان قبل شوي برع ناس كثار بس رامي ما كان يتكلم بس ما اتوقع ان رامي الله يستر الله يستر الله يستر ما ادري دخلي مين رامي شو رامي هنا ليش انت قاعد هنا الاخضر الاخضر طلع بوجهي الاخضر ركن ركن الله مت مهامي بس خايف يا عيال ودي اسوي ركان ركان يا عيال في جثة ركان يلا ما عليه عوافي كان ودي احمد لا 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 ليش ودك ان احمد لحظه اكثر واحد اثق فيه مات اللي هو زياد والثاني اللي معاه اللي هو راكان هذول اثنين ماتوا فلذلك خليني افكر شوي خليني افكر يلا مين ابري احسك يا عديل انت والله ادري ايش كذا جاني احساس ان انت شوي شوف يردك ساكت ما ادري ليش ساكت طيب ابدا اسال سؤال ببدا اسال تمام رامي رامي ايوه بطاقه ولا سلاك سريع بطاقه واسلاك مع بعض عديل عديل الجيم هذا جت صرخه ولا ما جت صرخه بسرعه الراوند الاخير الراوند الاخير الراوند الاخير الراوند الاخير هذا لا ما جاء طيب ريدكس ها مين لا تسترني مين تضمن ريدكس مين تضمن رايد الله اكبر رايد رايد مين تضمن في عديل ما يمرتاح رايد مين تضمن يجي متاخر دائما يجي عندي متاخر رايد رايد مين تضمن انا اضمن صدق صدق انا ضامنك انت فقط احمد الان انا ضامنك مره ومن اول اقول انا صديقي رامي كلماتك الاخيره بس انا ضامنك انت ايوه ايوه ايش سويت مهام سويت شو قربت اخلص طيب رامي مين تضمن عندي بس هاي تبعت مين تضمن رامي انا بضمن رايد من اول راوند قلت لكم يا عيال صدعت كذا انا مره صدعت يا عيال ساعدوني شوي أحمد. ساعدوني شوي احمد احمد ساعدوني شوي ما عندي اي دليل على شوف في دليل احمد احمد زيادي احمد انت انا وركان جنب بعض وانت كنت في الزاويه اللي قاعد تتنقل فيها التليبورت صح ولا لا اي يعني انا الثلاث هذول اضمنكم قبل يموت ركان ركان مات زين بس قبلها كان في O2 في ثلاثة ما جو يشتغلون O2 اللي قبل اللي أول راوند تذكره هو O2 ما أدري وش اللي صار أيوه أيوه لا 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 هاي اشتغلناها أنا وأحمد أول وش تبع الإيد ريدكس ترى ريدكس من الأشخاص اللي ما جو طيب يا عيال لو ذبح لو ذبح اثنين بيفوز سكيب هاي أحمد بقول لك كلمة وأنت كمل ها بقول لك كلمة وأنت كمل أوشن أوشن يا زلمة لا بده ما يقبل حظ شو مالك يا زلمة أنا مصلح مع أحمد لا اصبر 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 رايد لو ذبحنا وطلعنا واحد الآن بيفوز يا عيال يرحم أمكم صحصحوا اللي بالكامات يصحصح اللي جنب بعض امشوا جنب بعض امشوا جنب بعض امشوا جنب بعض امشوا جنب بعض كلنا امشوا جنب بعض نمشي جنب بعض يا عيال ليكون رايد يا عيال في الحلقة الأخيرة طفى الكهرباء الله يستر طفى الكهرباء الله يستر ايش فيش في رايد ريدكس عندي رايد ريدكس عندي يسعد امك هدوء هدوء وقف وقف عرفت منه ازهل بسيط ايوه مات واحد اصبر انا اقول لك يابا لحظه بس خلي مخي يتذكر ثواني اتقاطع من كفه اصبر كم معي رايد انظرت في اجتماع رامي مو معنا رامي مو معنا 100% صل على محمد تكلم اذا مو رامي رامي تكلم اسمع الله يقطعه يا اخي الموت صعب يا اخي تحول طلع قسم بالله يمه يوم رايد يسحب قدامي والله يا رايد خوف الله يعطيكم العافيه يا جماعه اتمنى استمتعتوا بمقطع اليوم عزيزي المشاهد ركز معي زين هذا منتج في المتجر نفس اللي انا لابسه بيوصلك نفس المقاس اللي انت طالبه ونفس التغليف اللي تشوفه قدامك وبيجيك بوكس برضو راح احط لكم يا جماعه الخير رابط متجر باور تحت بالوصف ادخل شوف الاشياء اللي تبي تشتري اللونج سليف حقي الجديد تحصل رابطه تحت يوصلون لاي مكان تبي حتى وانك بالمريخ رابطه تحت يا جماعه الحقوا كميه محدوده فقط وشكرا لكم في الختام صلوا على محمد فمان الكريم. Why you acting different when the camera's on?
Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions.